مشاهدينا السلام عليكم من تلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة، والبداية بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين ينقلها سمو السيد أسعد بن طارق خلال مشاركته في مهرجان الهجن بالطائف بالمملكة العربية السعودية. السلطنة تدين بشدة الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز الإيرانية وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح. الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن وتشدد على ضرورة تسهيل وصول المساعدة. كما تتابعون أيضا في أخبارنا الاقتصادية، الصين تلغي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة بعد فرضها رسوما جمركية على عدد من السلع الصينية. وفي النشرة الرياضية تتابعون: مواجهات منتظرة غدا في افتتاحية الجولة الرابعة من دور عمان تل لكرة القدم. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة. أعرب فيها جلالته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار. شارك صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان في حضور الحفل الختامي لمهرجان الهجن الذي أقيم مساء اليوم في ميدان محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة تلقاها من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة. وقد نقل سمو السيد أسعد خلال لقائه بسمو الأمير محمد بن سلمان تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنيات جلالته الطيبة له بالصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه أبلغ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى أخيه جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني بمزيد من التطور والنماء. وكان صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان توجه ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية، وكان في وداع سموه والوفد المرافق له لدى مغادرتهم البلاد سعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة وأصحاب السعادة الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. ويرافق صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد خلال الزيارة وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وسعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية
ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة خليفة بن حمد البادي مستشار بمكتب سموه، وسعادة سعيد أو الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن. أدانت السلطنة بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، وأسفر عن مقتل 29 شخصا بينهم مدنيون وجرح نحو 57 آخرين. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية موقف السلطنة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب في أي زمان ومكان مهما كانت الدواعي والأسباب، باعتباره أداة تتنافى مع كل الأديان والأعراف والأخلاق الإنسانية. وأعربت السلطنة عن صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. أعلنت السلطات الإيرانية مقتل جميع المسلحين الذين هاجموا العرض العسكري بمدينة الأهواز الإيرانية، هذا وتوعد الرئيس حسن روحاني بالرد على الهجوم. بعد هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا في مدينة أهواز بمحافظة خوزستان، أعلنت السلطات الإيرانية التعبئة العامة لجميع أجهزتها الأمنية للكشف عن المتسببين في الهجوم. الهجوم والذي استهدف مسيرة عسكرية بمناسبة ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات من القرن الماضي، تسبب في مقتل نحو 30 شخصا بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين خلال الهجوم. ولا زالت التفاصيل حول الهجوم لم تتضح بعد، تقارير بثها التلفزيون الرسمي في وقت لاحق تبين مقتل جميع المسلحين الأربعة خلال الاشتباكات، فيما تضاربت الأنباء حول المسؤول عن الهجوم، حيث أعلن كل من تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وجماعة تحرير الأهواز. ومن طهران توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد بقوة على من يقف وراء الهجوم، مؤكدا بأن بلاده ستزيد من قدراتها الدفاعية يوما بعد يوم. إيران لن تتخلى عن أسلحتها الدفاعية ولن تقلل من قدراتها. عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق الذي وقعته مع السداسية الدولية، قررنا استمرار المحادثات مع باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق حفاظا على الأمن والسلام الدوليين. يأتي هجوم اليوم بعد هجوم شنه تنظيم داعش في يونيو من العام الماضي على البرلمان الإيراني، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة العشرات. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، قائلة أنها تخسر جهودها في محاربة المجاعة. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أشار مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في اليمن، منهم 18 مليونا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وشدد المسؤول الأممي بضرورة إيجاد حل للوضع المتفاقم خلال الأسابيع الأخيرة وتجنب خسارة العديد من الأرواح البشرية بسبب المجاعة الواسعة النطاق. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد السلطة الفلسطينية لإجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي، وذلك من أجل تحقيق سلام عادل وشامل. السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء أي محادثات سرية أو علنية مع الإسرائيليين، تأكيد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمسك القيادة الفلسطينية بخيار السلام العادل والشامل مع الإسرائيليين، وذلك عقب اجتماعه في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال عباس إنه يتوقع أن يمرر ماكرون الموقف الفلسطيني إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يجتمعان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر. كلنا موقفنا بالنسبة للمفاوضات التي لم نرفضها بالمناسبة ولا مرة، يعني عادة يقول الإسرائيليون
إن الفلسطينيين رفضوا المفاوضات. أنا أتحداهم أننا مرة واحدة دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكثر من دولة ورفضنا. كان الرفض دائما هو نتيجة. وكانت آخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد انهارت في عام 2014، ويرجع ذلك جزئيا إلى معارضة الطرف الإسرائيلي لمحاولة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس وبناء مستوطنات إسرائيلية في أرض محتلة يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها. وكان قرار إنهاء تمويل الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا خلف فجوة في تمويل الوكالة قدرها 200 مليون دولار. تصريحات الرئيس عباس جاءت في وقت ما زالت فيه التوترات مستمرة على الحدود بين إسرائيل وغزة، إذ قالت وزارة الصحة في القطاع إن فلسطينيين استشهد وأصيب العشرات عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار خلال المظاهرات الأسبوعية. وقتل الجيش الإسرائيلي 183 فلسطينيا وأصاب الآلاف منذ بدء تلك الاحتجاجات على حدود القطاع في 30 مارس الماضي. حث وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت دول الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى حل وسط بشأن خروج بلاده من التكتل الأوروبي، وشدد هانت على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع بلاده لإيجاد طريقة تجعل مقترحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي فاعلة وملموسة. تصريح المسؤول البريطاني جاء على خلفية رفض الاتحاد الأوروبي خطة بريكسيت خلال قمة سالزبورغ المنعقدة قبل يومين. تسبب إعصار ضرب العاصمة الكندية أوتاوا في إلحاق أضرار بعشرات المنازل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 100,000 شخص. وقالت الأرصاد الجوية الكندية إن الإعصار كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة، أدت إلى تدمير المنازل واقتلاع الأشجار بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي. هذه النشرة مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها بعد الفاصل. شاطئ بلدة أيتوليكو في غرب اليونان يختفي تحت غطاء كثيف من خيوط العناكب البيضاء. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تحيات جلالة السلطان المعظم لأخيه خادم الحرمين الشريفين ينقلها سمو السيد أسعد بن طارق خلال مشاركته في مهرجان الهجن بالطائف بالمملكة العربية السعودية. السلطنة تدين بشدة الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجرح. الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن وتشدد على ضرورة تسهيل وصول المساعدة. أهلا بكم. حصلت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد السعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي، تقديرا لجهودها وإسهاماتها في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته وتعزيزه خلال الأعوام الماضية، بجانب تكريم 14 من رواد العمل التطوعي العرب
عبر هذه الجائزة في نسختها الثامنة لهذا العام، وأعربت سموها عن شكرها وتقديرها لهذا التكريم، معربة عن أملها بأن يتنامى هذا الجانب المهم على الصعيد العربي والدولي لما له من أبعاد إنسانية. بهدف توعية الأطفال بالأبعاد الاجتماعية في الحفاظ على مكونات البيئة، أقيم مهرجان التنمية المستدامة. المهرجان أقيم بتنظيم من منظمة اليونيسيف وتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة. مناشدة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان أن الجميع ينعمون بالسلام مع حلول 2030، برعاية من عدة جهات من بينها منظمة اليونيسيف ووزارة التنمية الاجتماعية ومركز مزار في بر الجصة، من أجل توعية وتثقيف الأطفال بالتنمية المستدامة. نشاط اليوم هو نشاط من عدة فعاليات تنضم تحت برنامجنا من أجل زيادة الوعي حول هذه الأهداف، ولأنه بتطلب جهود مجتمعية ومؤسسية وانضمام القطاع الخاص وجميع الأفراد لتحقيق هذه الأهداف. تنشئة الأطفال على مثل هذه يعني الأبعاد وعلى التعرف على هذه الأهداف شيء من الأهمية جدا يعني. وحقيقة السلطنة قطعت تقدما ملموسا في مجال حقوق الطفل باعتبارها قدمت تقريرها الثالث والرابع في عام 2016، وأيضا حصلت في هذا العام على المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية في التقدم التنمية. ومن بين أهداف التنمية المستدامة في السلطنة مجتمع خالي من الجوع والصحة السليمة والرفاهية وجودة التعليم والتقليل من نسب عدم المساواة. استضفنا هالفعالية اللي هي بتنظيم من منظمة اليونيسيف في مركز المزار الترفيهي التابع لبر الجصة. طبعا المزار مهتم كثير بالورش التعليمية وتثقيف الأطفال. الوعي بأهداف التنمية المستدامة وللناشئة بالتحديد الأثر المباشر على مستقبل الملايين من الأطفال، ولهذه الأهداف 230 مؤشرا محددا، من بينها ما يقارب 50 مؤشرا مرتبطا ارتباطا مباشرا بالأطفال. هذا هو المهرجان الأول للتنمية المستدامة والذي يستهدف فئة الأطفال ليكونوا على درجة عالية من الوعي. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. استضافت مدينة هانزو الصينية ندوة الثانية عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن الحملة الترويجية بجمهورية الصين الشعبية. وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين السلطنة والصين، مشيرا إلى ما تتميز به المنطقة من موقع استراتيجي، مضيفا أن الهيئة تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين وتتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات المقدمة عبر المحطة الواحدة للهيئة. وجدد معاليه دعوته للشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل طلال الكلباني. حياكم الله. ألغت الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة كان المقرر إجراؤها الأسبوع القادم، وكان الاجتماع يهدف إلى بحث كيفية الحد من تصاعد الحرب التجارية بين البلدين التي بدأت في شهر يوليو الماضي. وبحسب وسائل إعلامية فإن بكين غيرت رأيها بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار. وقعت الجمعية العمانية للخدمات النفطية أوبال مع عدد من المعاهد التدريبية والشركات على 10 اتفاقيات تدريب للشباب الباحثين عن عمل. وتأتي الاتفاقية في إطار مبادرة الجمعية بتوفير فرص التدريب للشباب العماني الباحث عن عمل من أجل تأهيل الكوادر الوطنية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال. وتنص الاتفاقيات على تدريب مقرون بتوظيف الباحثين عن عمل في الوظائف الفنية وغير الفنية بعد اجتيازهم الدورات التدريبية وفق الشروط المحددة.
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد شحنات الإسمنت البورتلاندي العادي التي تم الإفراج عنها عن طريق نظام بيان الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11412 شحنة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس سجلت 71 مختبرا حتى نهاية أغسطس الماضي. وأوضحت الوزارة أن أهمية تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة تأتي بعد تزايد الطلب على السلع والمنتجات الصادرة والواردة للسلطنة، والتي يتطلب للإفراج عنها شهادة فحص من مختبرات معتمدة أو مسجلة بقسم الاعتماد بوزارة التجارة والصناعة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى التأكد من توفر الاشتراطات والمعايير الفنية والإدارية اللازمة بترخيص المختبر لمزاولة نشاط الفحص والمعايرة. ارتفع إجمالي أصول البنوك الإسلامية خلال الفترة الماضية إلى نحو 4 مليارات ريال عماني بنهاية مارس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت بيانات البنك المركزي العماني إلى أن الودائع لدى القطاع المصرفي الإسلامي ارتفعت لتصل إلى 3,158 مليون ريال بنهاية مارس 2018 بنسبة نمو بلغت نحو 34%. وصعد رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات المصرفية الإسلامية إلى أكثر من 3 مليارات ريال في نهاية مارس من العام الحالي. كما بلغت الحصة السوقية للمصارف والنوافذ الإسلامية حوالي 12% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي بالسلطنة. ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع، والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 3%، ليصل إلى حوالي 17 مليار ريال عماني في نهاية يونيو الماضي. وتشير بيانات المسح النقدي في نهاية يونيو الماضي إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق ليصل إلى حوالي 5,300 مليون ريال في نهاية يونيو 2018. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني إلى نحو 1.70% في يونيو الماضي. ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة للزميل علي وما تبقى من نشرة العاشرة. إلى اللقاء. شكرا لك طلال. يقوم فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية بالزيارات الميدانية لولاية صور لإجراء التقييم النهائي للولاية للاعتراف بها ضمن منظومة المدن الصحية عالميا على مستوى إقليم الشرق المتوسط. وكانت المنظمة قد اختارت ولاية صور بالإضافة إلى ولايات صحار ونزوة وصلالة لتطبيق برنامج المدن الصحية. القطاع البلدي والمنظومة الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى ترتكز عليها عملية بناء مدينة صور الصحية، والتي تدخل فيها جميع القطاعات إضافة للعمل التطوعي كركيزة مهمة فيه. هناك فرق تعنى بالعمل المجال الصحي، بينما هناك فرق تعنى بالمجال الخيري الاجتماعي للأسرة وللمجتمع، وهناك فرق أخرى تهتم بالنشاط السياحي والنشاط البيئي والنشاط التعليمي والنشاط المستدام. العمل على تحسين الجانب التعليمي والشواطئ وصونها، وأعمال التشجير وصون البيئة وغيرها، يراد منها أن تنعكس تلك الممارسات على أفراد المدينة بما يخدم ممارساتهم الحياتية. في محاضرات للطلاب مدارس، عملية تفتيش المحلات التجارية، كيف يكون نخلق مفتش صحي، كيف تعرف التاريخ منتهي وغير منتهي، هذه دائما توعية نرسلها إلى أذهان هذا الجيل لكي يكون مفتش صحي. وتتواصل أعمال التقييم التي تستمر لعدة أيام بمشاركة فريق من الخبراء من منظمة الصحة العالمية، والتي تستهدف 80 مؤشراً موزعة على 9 معايير، ويقوم بأدائها 3 فرق ميدانية متخصصة.
من خلال زيارتي لمدينة سور لقيت في إبداعات كتيرة جدا، في تعاون بين كافة القطاعات، في دعم على المستوى القيادي والسياسي، فكل دون الحقيقة يعني بيخلي عندنا يعني يقين إن شاء الله مدينة سور مش بس هتبقى موديل لبقية المدن هنا في سلطنة عمان، لا إن شاء الله هيبقى لها دور على الخريطة العالمية للمدن الصحية. وتظهر المؤشرات الإحصائية نمواً متسارعاً في مختلف الخدمات التي تحققت من أجل بناء مجتمع أكثر صحة. تكمل اليوم مدينة صور 16 عاماً منذ دخولها برنامج المدن الصحية والذي ترعاه منظمة الصحة العالمية بتحقيقها منجزات عدة بسبب شراكة وتضافر جهود مؤسسات عدة. من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، يعقوب بن يوسف البلوشي. وننتقل الآن إلى الأخبار الرياضية مع الزميل عبد الله الكعبي. أهلا بكم مشاهدينا. تنطلق غدا منافسات الجولة الرابعة من دور عمان تل لكرة القدم بأربع مواجهات ستشهد صراعا قويا على كسب النقاط الثلاث، حيث يستقبل صور ضيفه الثقيل نادي ظفار في مباراة منتظرة من قبل الجماهير، كما يرحل مرباط إلى ملعب المجمع الرياضي بصحار لمواجهة مجيس الباحث عن فوزه الأول في المسابقة. وعلى أرضية استاد السيب الرياضي يلعب الشباب صاحب المركز العاشر مع العروبة القادم بقوة لملاحقة فرق المقدمة. وفي اللقاء الأخير يسعى السويق لتدارك خيبة الأمل بعد إقصائه من بطولة الكاس أمام البشائر، وذلك بلقائه مسقط الذي ودع هو الآخر المسابقة رغم عروضه الجيدة في الدوري. بدأ منتخبنا الوطني للهوكي الاستعداد للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية والتي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 28 من أكتوبر المقبل. وقد استدعى مدرب المنتخب الوطني طاهر زمان 29 لاعبا للمعسكر الداخلي الذي يقيمه بملعب نادي السيب، وستكون أمام مدرب المنتخب العديد من الخيارات الجديدة وتأهيل عدد من اللاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للفترة المقبلة. وسيخوض منتخبنا الوطني أولى مبارياته في بطولة النخبة الآسيوية في 20 من أكتوبر القادم بلقاء يجمعه مع المصنف أول في القارة الآسيوية المنتخب الهندي. أعلن مجلس إدارة نادي الصحم عن استقالة المدرب سالم سلطان النجاشي من قيادته للفريق الأول بالنادي. يأتي هذا القرار بالتراضي بين الطرفين وبعد خروج نادي الصحم من منافسات كأس جلالة السلطان المعظم بالدور 32 أمام صحار. هذا ويحتل نادي صحم المركز التاسع في سلم ترتيب دور عمان تل بست نقاط، وسيواجه بعد غد نادي عمان في الجولة الرابعة من المسابقة. تنطلق غدا الأحد منافسات مسابقة البولينج في نسختها 13 للمرأة والتي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية خلال الفترة من 23 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري بمركز عمان للبولينج بالخوير. وتأتي إقامة مسابقة البولينج في نسختها 13 للمرأة بعد نجاحها في الأعوام الماضية، حيث كان لها الصدى الأكبر في جذب الفتاة العمانية للمشاركة، فقد ارتأت دائرة الرياضة النسائية استكمال مشوارها لتنظيم هذه المسابقة والتي تهدف إلى زيادة نشر ثقافة لعبة البولينج بين فتيات المجتمع. أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي عن تشكيلة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراتين الوديتين ضد السعودية والأرجنتين. وشهدت التشكيلة عودة مارسيلو وغابرييل خيسوس إلى صفوف المنتخب الذين سيسافر إلى السعودية للمشاركة في البطولة الودية، كما أضاف تيتي ثلاثة وجوه جديدة وهي مدافع بوردو بابلو ولاعب وسط هانوفر ولاس وهداف برشلونة مالكوم. وفسر المدرب سبب عدم استدعاء دوغلاس كوستا بعد معاقبته بمنعه من المشاركة في أربع مباريات إثر تعديه على لاعب وسط ساسولو في الدوري الإيطالي.
أعلن اتحاد الأوروغواي لكرة القدم عن تمديد العقد مع مدرب المنتخب الأول أوسكار تاباريز، ووقع تاباريز العقد في ظل عناية الاتحاد الدولي لكرة القدم بإدارة الاتحاد لحين البت في مسألة الانتخابات العالقة. وسيشارك تاباريز بمنافسات كأس العالم مع الأوروغواي للمرة الخامسة في مسيرته والرابعة على التوالي، وكان المركز الرابع في كأس العالم في جنوب إفريقيا في العام 2010 من أفضل النتائج التي حققها تاباريز مع منتخب الأوروغواي، إلى جانب الفوز بكوبا أمريكا في الأرجنتين في العام 2011. فاز البريطاني كايل إدموند على الأمريكي جاك سوك محققا الفوز الثاني للفريق الأوروبي على الفريق العالمي في بطولة كأس ليفر للتنس في شيكاغو، حيث جمعت المباراة الثانية في بطولة كأس ليفر للتنس الرجال بين البريطاني كايل إدموند والأمريكي جاك سوك. ودخل الفريق الأوروبي اللقاء الثاني أمام فريق العالمي بعد فوزه بالمباراة الأولى للفردي، وبعد مباراة ماراثونية نجح إدموند في تحقيق الفوز الثاني للفريق الأوروبي دون خسارة بعد فوزه باللقاء بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و5-7 و10-6. النشرة الرياضية انتهت، عودة إلى الزميل علي بن محمد صعر وما تبقى من العاشرة، فتفضلوا بالبقاء معنا. شكرا لك عبد الله. اختفى شاطئ بلدة أيتوليكو في غرب اليونان تحت غطاء كثيف من شباك العناكب البيضاء، وغطت شباك العناكب الأشجار والقوارب. التفاصيل في التقرير التالي. فوجئ سكان بلدة أيتوليكو في غرب اليونان باختفاء شاطئ بلدتهم تحت غطاء كثيف من شباك العناكب البيضاء. وغطت شباك العناكب الأشجار والقوارب وحتى لافتات الشوارع على امتداد مئات الأمتار من ساحل البلدة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء قولهم إن انتشار شباك العناكب ظاهرة طبيعية تتسبب فيها الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، وهي ظروف تؤدي إلى وجود وفرة في الغذاء للعناكب ومن ثم زيادة نشاط هذه الحشرات. وطمأن الخبراء السكان بأن هذه الظاهرة ستختفي بمجرد انخفاض درجات الحرارة وبداية موسم هطول الأمطار. ختاما تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. تحيات جلالة السلطان المعظم لأخي خادم الحرمين الشريفين ينقلها سمو السيد أسعد بن طارق خلال مشاركته في مهرجان الهجن بالطائف بالمملكة العربية السعودية. السلطنة تدين بشدة الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز الإيرانية وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح. الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وتشدد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات. في ختام نشرتنا لتحيات فريق العمل من تلفزيون سلطنة عمان، إلى اللقاء. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. حسب آخر الصور الجوية تبدو أجواء السلطنة مستقرة في مجملها على معظم مناطق السلطنة. بعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة على سواحل السلطنة تطلع على بحر العرب، مع استمرار تدفق بعض السحب المتفرقة على بحر العرب. تفاصيل أجواء النهار القادم وبداية مع حركة الرياح.
الرياح على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد تبدو جنوبية إلى جنوبية غربية بحدود 10 إلى 15 عقدة، وبحدود 15 عقدة على مناطق جنوب الشرقية، وتكون الرياح جنوبية. البحر على الساحل يبدو متوسط الموج، أقصى ارتفاع له مترين، والرطوبة النسبية تتراوح ما بين 65 إلى 95%. سواحل محافظة مسندم تشهد رياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، والبحر بالتالي هادئ الموج، أقصى ارتفاع له متر وربع المتر. سواحل السلطنة المطلعة على بحر عمان تشهد رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادئ الموج، أقصى ارتفاع له متر وربع المتر، والرطوبة النسبية تصل إلى 80%. تصل أجواء النهار القادم بداية من العاصمة، حيث الأجواء المستقرة وخالية من السحب والعظمى 34 درجة مئوية. تبقى الأجواء مستقرة وخالية من السحب على الرساق والعظمى 40 درجة مئوية. بعض السحب تكون حاضرة على شمال الباطنة في صحار، درجات الحرارة عند نهاية 30 وعند نهاية 30 على محافظة مسندم في خصب ضمن أجواء صافية ومستقرة. شمال الشرقية في إبرة مشاهدينا الكرام أجواء مشمسة للنهار القادم، درجات الحرارة تصل إلى 39 درجة مئوية. كذلك والحال على محافظة الداخلية في نزوة جبل شمس 24 درجة مئوية، وبعض السحب تكون حاضرة. في محافظة الظاهرة ومحافظة البريمي أجواء مشمسة خالية من السحب، ودرجات الحرارة عند مطلع 40. في محافظة ظفار في صلالة بعض السحب تكون حاضرة، درجات الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. تبقى الأجواء مستقرة خالية من السحب على ثمريت، ودرجات الحرارة تبقى عند منتصف 30. عند نهاية 30 على هيمة ضمن أجواء صافية ومستقرة، وإلى مناطق جنوب الشرقية. بداية من جزيرة مصيرة وبعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة النهار القادم، والعظمى 31 درجة مئوية. على الأشخرة كذلك، ودرجات الحرارة تصل إلى نهاية 20 وصولا إلى ولاية صور، حيث تبقى الأجواء مستقرة وخالية من السحب للنهار القادم، ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع 40. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا، وإلى اللقاء.